صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 87 لسنة 2022 بتعيين سفير في وزارة الخارجية وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين الشيخ خليفة بن محمد بن عطية الله الخليفة سفيرا في وزارة الخارجية.